معكم حلقة جديدة في قناة محمد. انا لعبت اللعبة دي قبل ما اصور الفيديو بس انا عيدها ما تخافوش. هنبدأ من المستوى الاول. اوكي عارفين وما اكيد يوم نتفهم يلا جل نتفهم فارفين ونين يدعون وانتم مش عارفين كارتون ابل ونين اللي يعرفه يوني اطلع انت انزل لا انزل والله اطلع اوكي شفتوا ده كفوا علينا يا جماعه اللي احنا نستعيد حقنا. اوكي شباب الشباب انا اللي كنت بحب التفاح انا بحب التفاح بتكلم في التعليم لو مش عارفين كرتون ابلوني خلاص عارفين سوري لك كمان فايلة نكمل الجد ونسيب الصناديق دي عشان ما خربش اي حاجة بيها هيا نسيب نكتب جنبه قولي بس يا شباب اوكي هنا عمان كل حاجة تحت السيطرة يلا بينا احنا فيها شباب شفتوا ده على طرف على طرف وجبتهم كلهم شفتوا الحرب التحريف يا شباب المستوى الثالث من المستوى الاول شكرا احل صعوبة من الاول ايه ده هو مش قبل جنبه واطي وقونين الجنب عالي وقونين اللي يعرف يرمي حاجة مش عارفين يستغل اوكي في حركة كده انا كنت عايز اعملها ودوشم لا يا شباب هنعمل نفس الحركة عشان نعرف نطلع نحاول يلا نحاول عايزين قبل ما الوقت يخلص لا اوف كنا هنخلص يا شباب اللقطة المملة دي طيب مش هون يلا يا بني مش مهم نمشي ونسيب عنوان يخبط عنوان ده محدش عارف ينزل اللعبة دي ويجيب عنوان في المرحلة الثالثة
اخيرا الشباب. يلا اوكي. هنحاول ومش هنغش. ومين وصلنا لك تاني في نفس المكان؟ هنحاول ولا مش هنعرف؟ تلقي خطة ممتازة جدا. اخيرا 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 وصلنا لهم. تاني مشكلة تنجح الخطة ولا مش هننجح؟ اتمنى يا شباب ننجح. يلا نروح لأمي. اوكي شباب نطت عوني قبل عوني. ليه احنا هنا عوني في الزبالة؟ خلاص عوني حركتنا. شفتوا ده؟ قبل المخسر شفتوا ده؟ شباب لا انت رايح فين حبيبي؟ حبيبي حبيبي رايح فين؟ ده كان بيخطط يمشي ويسمني ويفوز. ما يفوز انت مجنون. لا لازم نفوز. فوزنا وكانت مرحلة صعبة. عدنا الوقت بس مش خسارة. كانت صعبة صعبة في أي حال من دي. اللي عارف يعديها يقول لي. أنا قاعد فيها بقالي شهر ومش عارف. شوفوا شكلها مش عارف. أنا بوصل لحتة معينة وبخسر. لو انتوا مش عارفين تعملوا ايه في الزراير دي جاتلي الحل. اللي انت تجيب اونين بعد كده وتسيب العملة دي وتاخدها بعد ما تجيب اونين. اوكي شباب هنحاول نركز. هنحاول اجيب تركيز. يا بورتين قربت اخلصها. اوكي نجيب ونين. انزل انزل الوقت بيجري بسرعة طلقة. اوكي نجحنا مش زي المرة اللي فاتت. انا ما شافش فيديو اللعبة اللي فاتت اللي احنا نزلناه يتفرج عليه دلوقتي. انا حاسس ان انا مش هنزل فيديوهات تاني. اوكي جبناها. ايه ده انتوا هتستهبلوا؟ مين ده؟ انا مش بشوف. مين ده يا شباب؟ كل اللي يعرف ده مين يقولي عشان نضربه. انا بضرب اللي عارفهم على فكرة. اديله. وي اوكي نجحنا. زق السنة دي. ازاي هنطلع على اونين؟ لا 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 لا. شفتوا شفتوا ابلة كان عايز يعمل فينا ايه؟ ابلة غدارة على فكرة. لكن في كرتون شكله طيب. انا مش فاكر كرتون ابل وانين ده. اوفا صعبة 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 يا شباب. اتحرك يلا بسرعة يا باي. محتاجين اوني ابل.
ده يا شباب، دي الحتة المعينة اللي انا بخسرها. طب المرة اللي فاتت مش هنجيب ابل اونين، هنجيب اون ابل. يلا شباب، لو خسرنا هنفوز. فوق بدلك، خد اونين اوكي. يلا نعدي. زي المرة اللي فاتت عرفنا نعمل دي. نو اوكي شباب، فما نجحناش. فس